الفرق بين منتخب مصر لما ما توفقش في كاس الامم 2019 والفرق بين دلوقتي. برافو عليك. احنا دلوقتي ما حدش يقدر يفتح بقه تماما، بالعكس انت زعلان على زعلهم، انت انت النهارده شايل هم عبد المنعم ومهند لاشين، رغم ان ما حدش يقدر يلومهم ابدا. ابطال ابطال والله فعلا يعني، وتحملوا ضغط صعب جدا، فانت النهارده بتشكرهم. انا كريم يعني احنا بنحاول نبص على الايجابيات، تداخل على مرحله صعبه جدا، كاس عالم بعد جداول دوري وكاس افريقيا وبطوله افريقيا قريبه، انت محتاج تبقى مركز جدا، كل الناس تبقى بظهر منتخب مصر. كارلوس كيروش والله جه قال لك انا عايز المعسكر بتاعي يبقى اسبوع 10 ايام، ساعده خلي له المعسكر اسبوع 10 ايام. الاهلي والزمالك يقدروا يساعدوه وهم ما بيتاخروش يساعدوه، الراجل لازم حد يساعده. اتمنى من كل قلبي ايا كان الملعب اللي هتلاقي فيه ماتش مصر والسنغال، اقصى عدد ممكن المسؤولين يقدروا يساعدوا ان الجمهور يخش، الجمهور يخش. الماتش ده محتاج دفعه جماهيريه كبيره جدا، محتاج اللعيبه تحس ان احنا كلنا في ظهرهم، لان الماتش مهم جدا هيسهل لك المسيره بتاعتك في السنغال. محمد ابو جبل بعد الماتش في المؤتمر الصحفي بحرقه الراجل اتكلم، قال لك زي ما خسرنا هنا ان شاء الله هنعوض في السنغال. اللعيبه من دلوقتي بتفكر في ماتش كاس العالم، اللعيبه حاسه بكده، والاهم برامج والمحللين. اتمنى الناس والسوشيال ميديا ما حدش يطلع حاجات بسيطه وتكسر في حاجات في اللعيبه. الله عليك. ترتيب بقى ضربات جزاء عندك مشاكل فنيه اكيد، ما هو احنا مش مثاليين، ما فيش فريق كوره ما عندوش مشاكل فنيه. السنغال عندها مشاكل فنيه، المغرب عندها مشاكل فنيه، السنغال جامده جدا صح. ايوه جامده جدا طبعا. 120 دقيقه ما عرفتش تسجل فيه الجون، عندك جون كبير اسمه محمد ابو جبل وانت كان ممكن تخطف، بس في لا وعندهم مندي اللي شلهم 3 4 كور يعني، كره مروان الاخيره دي كانت ممكن تخلص مندي وشلهم كور يعني. لكن المهم ان احنا النهارده ما نقفش على الواحده بتاعت حاجات كتير قوي ساعات بتقف عليها وقت الهزيمه، الناس بتطلع غلاف اي حاجه، بس ما تهدش المعبد، ما تلخبطش الدنيا، ما تهزش ثقه الفريق وكيروش والناس دي كلها، بالعكس اقف في ظهرهم واديهم السبورت اللي هم طالبينه، انتقدوا زي ما انت عايز فنيا عشان نروح للاحسن.